كاران. فيكي شيء؟ استني، ارتاحي شوي. كاران. كاران. ما هو شبك؟ لا عادي. طيب ما تحسنتي شوي؟ اللي انت ليش بقيت كل الليل هون عندي؟ قضيت نايم على الارض، واضح انك تعبان. انا منيح، وبصراحه ما قدرت خليكي لحالك. انت سلامتك من مسؤولياتي، وما حبيت اني خاطر واتركك. انت كيف وقعتي بالمسبح؟ نفس القصة، بضل يصير معي شغلات غريبة وما عم بقدر أفهم شو معناتها بالضبط. مبارح وقت وقعت تخيلت رسالة بالمسبح بتقول إنه في شخص مقتول، بس يا ترى مين هذا المقتول؟ وشو معنى يلي عم بيصير معي؟ وليش عم بتخيل؟ شغلة غريبة، مين ناوي يكشفنا؟ بس أرجون ما نقدر، مات بحادث، لهيك ما بظن أرجون المقصود. مين المقصود؟ لازم نفهم شو القصة. أنا بعرف إنه هي الشغلة غريبة ويمكن ما لها تفسير منطقي، بس هذا اللي عم بيصير معي صدقني كاران، أنا تعبت. إذا بتريدي لبقى تفكري بهالشغلات هلأ، أكيد هيك اللياتها أوهام. أكاش قال نفس الشي، يمكن لأنكم قريبين من عمر بعض بتفكروا نفس الشي. يمكن معك حق. جوعاني مو هيك؟ رايح جيب لك شي تاكلي. استنى استنى، أنا أحسن، بقدر أنزل لتحت وأفطر مع الكل. عن جد؟ يعني فيك تنزلي؟ إيه فيني، ما صار شي، بس بمكان الضربة لسه عم يجعني شوي. أنت شرطي وبتعرف إنه هيك جرح صغير ما بيخوف. يلا ماشي، بساعدك؟ لا. انتبهي، ديري بالك. انت منيحة؟ اي انا منيحة. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.